الكشف عن الشبكة الجديدة تأتي بعد إعلان الاستخبارات التركية أحباطها محاولة خلية إيرانية اغتيال رجل أعمال إسرائيلي مشيرة إلى ضابط إيراني كان يقود الخلية المكونة من ثمانية أشخاص معظمهم أتراك إذا يائير جالر هو هذا الشخص الذي كان مستهدفا في الواقع في عملية محاولة الاغتيال والتخطيط طبعا لاغتياله إذا يائير جالر رجل أعمال إسرائيلي حاولت خلية إيرانية إرهابية اغتياله في إسطنبول التخطيط الذي كشف او كشفت خيوطه الاستخبارات التركيه وجهاز الموساد الاسرائيلي يعد تصعيدا جيوسياسيا استراتيجيا في الحرب بين ايران واسرائيل. محاوله الاغتيال الفاشله وصفت بانها انتقام ايراني لاغتيال عالم الفيزياء النوويه محسن فخري زادي في طهران قبل عامين، محاوله أثارة المخاوف من ان تكون جزءا من حرب جديده بين البلدين. لن تعرف حدودا. وترتكز على اغتيالات متبادلة على أراضي بلدان أخرى إيران إسرائيل تبادلتا غير ضربة في السنوات الأخيرة إلا أن الطرفين حرصا على إبقاء تلك الضربات تحت الرادار فلا أحد يتبناها ولا أحد يتحمل مسؤوليتها إسرائيل نفذت عمليات تخريب عدة في المفاعلات النووية الإيرانية آخرها كان في ناتانز في إبريل الماضي وفي مارس الماضي كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن سلاح البحرية الإسرائيلي استهدف سفنا إيرانية لنقل النفط كانت متوجهة إلى سوريا كما تبين أن إسرائيل تقف وراء تفجير استهدف منشأة نووية في كارج في يوليو الماضي إلا أن أقوى الضربات الإسرائيلية تمثلت باغتيال عالم الذرة محسن فخر زاده في ديسمبر 2020 وبسرقة الارشيف النووي الايراني في يناير 2018 من مخزن في طهران وايصاله الى تل ابيب. ايران التي فشلت حتى الان في تنفيذ اي عمليه في القلب الاسرائيلي ردت بعمليات محدوده نفذت منها كعمليات تفجير وتخريب طالت سفنا تجاريه يملكها اسرائيليون قباله شواطئ عمان. كما شنت سلسله هجمات سايبر شلت احداها شبكتي المياه والكهرباء في اسرائيل لعده ساعات. هجمات سرعان ما ردت عليها اسرائيل بشن اخرى مماثله شلت حركه السفن والقطارات في ايران